مستحقاتهم وتثبيتهم على الملاك الدائم. جاء ذلك خلال تظاهرة سلمية نظمها جمع من موظفي عقود البترودولار أمام مبنى محافظة كركوك، حيث دعوا الحكومة الاتحادية إلى صرف كامل مستحقات المحافظة والكف عن اتباع سياسة التهميش والإقصاء بحق كركوك. مراسلنا هيلغورد حسن التقى بعدد من المتظاهرين في سياق هذا التقرير. خرج عدد من موظفي عقود البترودولار في تظاهرة سلمية اليوم إلى أمام مبنى المحافظة مطالبين بحقوقهم في تثبيتهم على الملاك الدائم وصرف رواتبهم وصرف كامل مستحقات المحافظة والكف عن سياسة التهميش والإقصاء للمحافظة من قبل الحكومة الاتحادية ووزاراتها، محذرين الحكومة بغداد بالاستمرار في التظاهرات إلى أن تلبى طلباتهم. نطالب تثبيتنا على ملاك الدائم وحقوقنا كاملة. صارنا 7 أشهر ما باخذين راتب. نطالب الحكومة بتثبيتنا ملاك الدائم مثل بقية المحافظات. ما نريد حقوقنا تضيع. الذنب مو من كركوك، احنا نعرف الدكتور نجم الدين كلش حاول لنا. الذنب من الحكومة المركزية. مثل ما تشوف هالمرة مظاهرة سلمية. سلمية بحت، بس ثاني مرة أكيد راح نثور أكثر، ما أعتقد أحد يسكت عن حقه، لأن أكو هواية ناس كانوا عايشين على البترودولار، أكو ناس يأجرون بيوت على البترودولار. إحنا نوجه الحكومة صرف ميزانية كركوك. ميزانية من حقنا ناخذ رواتبنا، 7 أشهر، 7 أشهر مستحقاتنا ما جاية، خلي أنا أنادي كل برلماني شريف يقول أنا أقبل، أنا أقبل أداوم لمدة 7 أشهر بدون راتب. شنو سبب هذا المحاربة؟ مظاهرتكم اللي مظاهرات احنا الموظفين بترودولار لم يصرف رواتبنا مدة 7 أشهر لحد الآن، ولا يوجد أي تعيين لهذه كركوك. شنو السبب لا يوجد تعيين لمحافظة كركوك؟ ليش ما يصرفون رواتب يعني فلوس النفط؟ أين فلوس النفط؟ أي اسم استحقاقات محافظة كركوك؟ صار لنا 7 أشهر ما مستلمين رواتبنا ومستحقاتنا. الحكومة المركزية ببغداد ما تدز مستحقاتنا، واحنا ما عندنا شغل ثاني وعوائلنا عايشة على هذا الشيء. السيد المحافظ ما قصر ابد وقاعد يشتغل على تثبيتنا، بس المشكلة دا تصير بين بغداد وبين كركوك، هاي المشكلة اللي صاير. احد اعضاء مجلس محافظة كركوك قال ان مجلس المحافظة وادارة كركوك تقف مع المتظاهرين في مطالبهم ويضمون اصواتهم الى اصوات موظفي عقود البترودولار، لكن الحكومة المحلية بكركوك لا ذنب لها في تأخر رواتب الموظفين وتثبيتهم على الملاك الدائم، لان بغداد هكذا تتعامل. الا انه قال انهم متفائلون بعد ان تتحول صلاحيات 8 وزارات الى المحافظات، حينها يتم تثبيتهم وتعيين آخرين في دوائر الدولة. نحن طبعا في محافظة كركوك مجلس محافظة من الرئيس لآخر عضو، والسيد المحافظ باستطاعتي أن أتحدث بلسان كل هؤلاء الإخوة بأننا مع المطالب الحق العادلة لموظفي عقود البترودولار 100%، بل 1000%، نحن مع هؤلاء الإخوة. ونحن قبل سنين عندما فكرنا بهذه الطريقة بعد رؤيتنا بأن الحكومة المركزية عاجزة لتوفير فرص عمل لهؤلاء الإخوة الخريجين والخريجات، ولذلك بادرنا إلى هذا الشيء. المسألة خارج إرادة الحكومة المحلية، نحن مع هؤلاء الإخوة تماما 100% كما قلت، ومتفائلين إن شاء الله عندما يكون تحويل صلاحيات 8 وزارات للمحافظات ومن ضمن وزارة المالية، عند ذلك سيكون لكل حادث حديث، وإن شاء الله هؤلاء الإخوة سيعودون وسيستلمون الرواتب، بل بالإمكان نحن كحكومة محلية إذا تسلمنا كل هذه الصلاحيات توفير فرص عمل أكثر مما هم عليه الآن. خطوة تعيين الخريجين في كركوك بعقود البترودولار منذ أكثر من 4 أعوام جاءت بعد فشل الحكومات المتعاقبة في بغداد بتعيين الشباب الخريجين بكركوك. مع هذا وبحسب المتظاهرين أن بغداد تقوم بمحاربة كركوك لأن إدارتها نجحت في الكثير من المشاريع الاستراتيجية. هالغورد حسن، فضائية كركوك. طالب عضو مجلس محافظة كركوك جواد الجنابي وزارة الزراعة